أهلا أحبائنا مشاهدينا، كيف تشهد النتائج العملية للكتاب المقدس؟ معنا ضيف الحلقة واحد منا وفينا القس رضا عدلي وعم بشاركنا في الموضوع. أهلا وسهلا قسيس رضا. في هاي المرحلة حابين نتكلم عن شهادة الشهود، لكن من فضلك يعني أنا لما بنتكلم عن شهادة الشهود أول ما بيخطر في بالي بطرس الرسول، يوحنا الرسول، يعني من أعظم الشهود، ولكن تفضل المجال معك قسيس رضا. الحقيقة أنه في جملة مشهورة جدا بتقول آفة الحديث رواته، بمعنى أن احنا زمان كنا بنلعب لعبة كده، نقعد مع بعض نعمل دايرة وواحد يقول مثل أو جملة أو كلمة أو فكرة أو اسم أو 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 إلى آخره، ونبدأ نتناقله مع بعض. في الغالب في الآخر كان بيطلع حاجة ملهاش علاقة باللي احنا قلناه خالص في الأول. فآفة الحديث رواته، احنا النهاردة الكتاب المقدس لم يأتي عن طريق فلان وفلان قال لفلان وفلان قال لفلان وفلان قال أبدا. احنا النهاردة الكتاب المقدس أتى من شهادة شهود عيان. أنا هقرأ دلوقتي يوحنا الأولى أصحاح واحد الآيات من واحد لثلاثة عشان بس نشوف الفكرة، الإنجيل وصل لنا إزاي. وصل لنا مش من رواة كثيرين، لكن وصل لنا من شهادة شهود عيان. رسالة يوحنا الأولى الآيات من واحد لثلاثة يقول الكتاب، تابع من فضلك معايا النص، الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم شركة معنا. النهاردة الشهود اللي بيشهدوا بيقدموا شهادتهم واللي وثقوا شهادتهم هي دي اللي احنا عايزين نتكلم عنها، مش رواة أحاديث، لا 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 لا. فالشهادة التاريخية بتقوم واحد على المستندات، اثنين على شهادة الشهود، ثلاثة على الأدلة. احنا اتكلمنا عن المستندات، لا يوجد كتاب أغنى من الكتاب المقدس في مستنداتي. احنا قلنا 24,633 نسخة، قلنا 9,000 نسخة من الترجمات القديمة لحد 325 مجمع نقي، قلنا كتير.